وبهذه المناسبة يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف سعادة السفير وحيد مبارك سيار وكيل وزارة الخارجية لشؤون الإقليمية ومجلس التعاون. سعادة السفير، بعد التحية، العلاقات البحرينية الإماراتية علاقات عميقة ومتميزة زادت رسوخا في ظل حرص قيادتي البلدين على الارتقاء بها، مع التأكيد على الاعتزاز بهذه العلاقات وما وصلت إليه من تعاون وتنسيق مشترك. ما هي أبرز المحطات التي عززت التعاون بين البلدين الشقيقين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أحب أشكر تلفزيون البحرين على إتاحة هذه الفرصة، ويشرفني في البداية أن أرفع أسميات التهاني والتبريكات إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة الذكرى 49 للعيد الوطني، في ظل قيادة ورعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حفظه الله رعاه، سائلا المولى عز وجل أن يديم على دولة الإمارات الشقيقة نعمة الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار التي أرسى أسسها باني نهضتها المقفور له من الله تعالى صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه. أخي العزيز، حينما نتحدث عن العلاقات البحرينية الإماراتية فهي تتسم بخصوصية تاريخية فريدة. نعم. تستمد جذورها عبر التاريخ ومبنية على وشائج القربة، وتشكل نموذجا في قوة الترابط ووحدة الصف والمصير والمصالح المشتركة، وتشري هذه العلاقات المزيد من النمو والتقدم والازدهار في ظل الاهتمام والرعاية الكريمة السامية من قبل قيادتي البلدين الشقيقين سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، وأخي حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حفظهم الله ورعاهم، وحرصهم الدائم على تنمية وتطوير وتعزيز العلاقات التعاون في جميع المجالات والدفع مسيرة التعاون نحو الأمام، وأنه وتجسيد الروابط التاريخية والأخوية ودعم لتعزيز العلاقات الوطيدة بين البلدين التي أرسى أساسها المتين النهج الحكيم والتوجيهات السريرة لقيادة البلدين. عقدت اللجنة المشتركة العليا المشتركة بين مملكة البحرين ووزارة الإمارات التي يترأسها أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية في كلا البلدين 8 دورات تم خلالها التوقيع على العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات في مختلف المجالات ما بين الجهات المختصة ما بين الجانبين، كما تم بحث وتعزيز التعاون والتكامل بين البلدين في بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. وتهتم اللجنة العليا المشتركة والتي تمثل انعكاسا لعمق العلاقات الأخوية بتنمية تطوير وتعزيز التعاون والتشاور والتنسيق بالأمور ذات الاهتمام المشترك لتحقيق الأهداف السامية التي انشأت من أجلها، وذلك في العديد من المجالات، منها التعاون والتنسيق في المجالات السياسية تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات اهتمام مشترك، والشؤون العسكرية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية والإعلامية والثقافية والسياحية والاجتماعية والبيئية وعدم المجالات الحيوية الأخرى. ويتطلع دائما الجانبان وبكل السبل إلى تفعيل هذه الجهود المشتركة نحو تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة بين البلدين، والعمل سويا لمواجهة مختلف التحديات وبناء المزيد من الجسور المودة والتعاون في ظل الرعاية السامية للقيادة الحكيمة في كلا البلدين لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين. نعم، بكل تأكيد هي محطات وجهود جبارة تعزز من هذه العلاقات الأخوية الوطيدة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. سعادة السفير وحيد مبارك سيار وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون، كنت معنا ضيفا كريما في نشرة الأخبار، شكرا جزيلا لك.